بسم الله على بركة الله. في إناء تناخد واحد الكاس ديال الماء دافي، جوج معالق صغار من الخميرة الفورية، ثلاثة معالق كبار من سكر حبيبات، كيس من الفاني، معلقة كبيرة من الحليب بودرة، ثم غادي نضيف بياض بيضة وغادي نحتفظ بالصفار. وغادي نضيف الدقيق، شويه الملحه، الدقيق كيبقى على حسب الخليط، هنا بعد ما جمعت العجين كنحصلوا العجينه كتكون مرخوفه شويه. هنا غادي نضيف لها واحد ثلث كاس من زيت نباتيه، هذا هو القوام ديال العجين ديالنا. في هذه المرحله غادي نضيف لي الزيت، فهنا تقريبا واحد ربع كاس البنات، راني غير غلطت، ربع كاس ديال الزيت ما يعادل واحد جوج معالق كبار عامرين، وتندخلوا الزيت كنجمعوا به العجين فيستحسن ان العجينه تكون رطبه شويه، ما تكونش قاصحه بزاف. صافي هنا جمعت العجينه على الشكل اللي كتشوفوا معايا، غادي نغطي عليها ونخليها ترتاح. لما كترتاح واحد 20 دقيقه كنعاودها شي شويه وكنعاود نغطي عليها ونخليها حتى كتختمر ويتضاعف الحجم ديالها. هنا كيف ما كتشوفوا انا وضعتها في بلاستيك غذائي لان الجو شويه بارد باش كتختمر معايا بسرعه. كنحصلوا العجينه اللي هي على هذا الشكل كتكون خفيفه ومهويه، فهذا هو القوام ديالها. من بعد كناخذ شويه ديال الزيت كندهن به اليد ديالي. من قبل انا قطعت قطع من الشوكولا الخاص بالحلويات وكنبدا كنشكل كويرات صغيره الحجم، وبكل بساطه كنبسطها هكا بطريقه عاديه وكنخشي هكا، كنوضع واحد القطعه من الشوكولا وكنجمع عليها العجين على هذا الشكل وكنلول بالعجينه بالطريقه الكلاسيكيه المعروفه. كنوضع الكويرات ديالي في واحد اللاطا اللي فرشت ليها ورق الخبز، هنا بعد ما كملت كنغطي عليهم يرتاحوا شويه. من بعد كنبسطهم شي شويه باليد ديالي، ضروري تنرقوهم شويه وكنخليهم يختمروا ويتضاعف الحجم ديالهم. خديت هنا الصفار البيض اللي احتفظت به، دهنت به البيض بعد ما ضفت ليه شويه ديال الحليب وطربته، وتندهنوا لي بغيوش ديالنا
وسخن الفران على درجه حراره 180 غير من التحت، كنشعل عليهم غير من التحت حتى كيطيبوا، وكنشعل عليهم من الفوق باش كيتحمر لهم الوجه ديالهم. صافي غادي ندخلهم الفران يطيبوا ونرجع معكم تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا بعد ما خرجتهم من الفرن. فكنحصلوا على بريوش اللي هما بهذا الشكل هذا، كيجيو محمرين ومهوين وخفاف ومعمرين مزيان بالشوكولا من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا. فهذا هو الشكل ديالهم. فكيجيو رطبين البنات ومهوين بزاف. فإلا عجبكم هذا الفيديو البنات ما تنسونيش من لايك ديالكم وتعليقاتكم اللي كتشجعني على العطاء وعلى المزيد. وكذلك ما تنسوش تابعوني على الانستغرام، غنخلي لكم الرابط ديال الصفحه ديالي اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. والناس اللي كيزوروا القناه لاول مره ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. فكيجيو روعه هاد لي بغيوش، من اسهل الوصفات اللي هي بسيطه. بالنسبه لهاد الكيكه البنات انا سبق لي ونزلت الوصفه في من قبل، ودابا البنات اللي باقي ما شافوهاش غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد الفيديو هذا اسفل هاد الفيديو في صندوق الوصف، غتلقاو الرابط ديال هاد الوصفه هادي. فهاد الكيك هادي حتى هي راه كتجي غزاله بزاف وناجحه مليون بالمئة، ومن السما بمذاق اللوز. وما بقى لي الا نخليكم مع الصور ونقول لكم السلام عليكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.